بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب فيكم مساق الريادة. اليوم حنتكلم على تشابتر 12، بنتكلم على انفورمال ريسك كابيتال، فينتشر كابيتال، اند جوينج بابليك بشكل اساسي. طيب ايش هذه؟ فاينانسينج ذا بزنس كرايتيريا فور ايفالويتنج ابروبريتنس اوف فاينانسينج الترناتيف، يعني ايش المعايير اللي انا بدي اسوي فيها لما بدي اختار اطلع على الخيارات المختلفة في التمويل. Amount and timing of funds required، قديش المبلغ والوقت اللي للتمويل. Projected company sales and growth، اللي هي بتطلع على كيف توجه الشركة او الاحتمالات تبعتها، تقديرات بالشركة سواء بالمبيعات والنمو. في عندي 3 types of funding، ايش هم؟ early stage financing اللي هي التمويل في المراحل الاولى، development financing تطوير مرحلة التطوير، acquisition مرحلة الاستيلاء او الاستحواذ في هذا المجال. وهي كل واحدة منهم الـ early stage سواء بالسيد كابيتال والستارت اب نتكلم عنه، هاي النوعين اللي بنتكلم عنه. السيد كابيتال ريلاتيفلي سمول اماونت تو بروف كونسبت اند فاينانس فيزابيليتي ستادي، اللي هي الستارت اب برودكت ديفلوبمنت اند انيشال ماركتنج بات ويز نو كوميرشال سيلز ييت فاندنج تو اكشوالي جيت كومباني اوبريشن. هذول الايرلي ستيج. السكند ستيج او الديفلوبمنت ستيج اللي بنتكلم عليه اللي هي السكند والثيرد والفورث، هاي بنتكلم وركينج ويز كابيتال فور انيشال جروث فيز بات نو كلير بروفيتابيليتي اور كاش فلو ييت. الثيرد ستيج ميجر اكسبانشن اوف ذا كومباني ويز رابيد سيلز جروث. الفورث ستيج بريدج فاينانسينج تو بريبير كومباني فور بابليك اوفرنج، يعني هاي بدها تروح انت تعرض تحضر حالك لعرض الاسهم تبعت الشركه. الاكوزيشن اللي هي عندي تراديشنال اكوزيشن اسوم ان اونر شيب اند كنترول اوف انذر كومباني، يعني انت بدك تستحوذ على شركه اخرى. الليفرج باي اوت مانجمنت اوف كومباني اكواير ذا كومباني كنترول باي باينج اوت ذا بريزنت اونر، يعني اداره الشركه بتشتري الشركه من المالكين بحيث نستحوذ على كل شيء فيها. Going private اللي هي some of the owner or manager of the company buying all outstanding stock making the company private held again، يعني هدول بيشتروا كل أسهم الشركة اللي معروضة في السوق على أساس يستحوذوا على ملكيتها. Risk capital market provide debt and equity to non-secure financial situation اللي هي type of risk capital market. Informal risk capital market, venture capital market وحتكلم عنهم كمان شوية، و public equity market، وهدول الثلاثة all three can be a source of fund for stage one financing اللي بنتكلم عليها. However, public equity market is available only for high potential venture، يعني هاي الشركات اللي عندها ايش يعني خلينا نقول في عندها بوتنشال عالي انها تنمو او انها تكبر او هي في السوق تبعها وردي امامها. الانفورمال ريسك كابيتال ات كونسيست اوف فيرتشوال انفيزبل جروب اوف ويلثي انفسترز، هذول مجموعه مش ظاهره من المستثمرين الغنياء، وهذول بسموهم زي ما حكيت فينتشر انجل او بزنس انجل، زي الملائكه هذول. Investment range من 10,000 لنص مليون تقريبا. Provide funding especially in startup first stage finance، يعني في أول هدول بتطلعوا للجولد مايننج، يعني هدول بتطلعوا لمنجم الذهب بدوروا عليه في هاي. Contain the largest pool of risk capital in the United States، هدول أكثر الناس المغامرين في هذا في أمريكا. وهاي الكاركترستيك اوف انفورمال انفستمنت ايش هم؟ عباره عن ويل ادوكيتد ود فاينانشال فيرم اني وير، موست فيرم فاينانس ود وان دي ترافل، يعني في يوم بخلصوا كل اجراءاتهم. الانفستمنت ريكورد زي حكينا من عاده من 100,000 ل 500,000، الافريج 340 1 او 2 ديلز ايتش يير في السنه بيعملوها.
الفينشر بريفرنس موست فاينانشال فاينانسينج ان ستارت اب هذه اور فينشر ليس ذان 5 ييرز اولد، يعني عمر الشركه اقل من 5 سنوات. موست انترستينج انترست ان فاينانسينج مانيفاكتشرنج اللي هي اندستريال كوميرشال برودكت كونسيومر برودكت انرجي ناتشرال ريسورسز سيرفيسز والسوفت وير. هذول المجالات اللي عندي. الريسك ريورد ميديان 5 يير كابيتال جين 10 تايمز فور ستارت اب، يعني اللي بحطه تقريبا بياخذ 10، الكابيتال جين 6 تايمز فور فيرمز اندر 1 يير اولد، الميديوم هذه 5 تايمز فور فيرمز 1 تو 5 يير اولد، الميديوم 3 تايمز فور استابليش فيرمز اوفر 5 ييرز اولد. الريزن فور ريجكشن بروبوزال، ليش هم بيقبلوش هاي؟ الريسك ريتيرن ريشيو نوت ادكويت، يعني مش كافي. ان ادكويت مانجمنت تيم، فريق الاداره مش ملائم. نو نوت انترستد ان بروبوزد بزنس اريا، المجال مش مناسب. ان ايبل تو اجري اون برايس، السعر مش ملائم. Principles not sufficiently committed، يعني الناس هدول مش كثير يعني مقنعين. Unfamiliar with area of business، طبعا لما كل واحد مش familiar ما بدخلش يعني. المجال الأكبر بسموه Venture Capital. The nature of Venture Capital: long-term investment discipline usually occurring over a five-year period. The equity pool is formed from resources of wealthy limited partners. هاي الشركات هي مستثمرة، وهذه بتلاقيها موجودة. Creation for early stage companies, expansion and revitalization of business، يعني إعادة يعني بيبقى البزنس جاهز بس بإعادة هيكلته أو تشكيله. Financing of leverage buyout of existing division of major corporation or private owned business، يعني بيشتروها. Venture capital stake and equity participation in each of the investment، طبعا تاخذ ملكية في أي شيء بتستثمر فيه. Type venture venture capital firms: private venture capital firm, general partner and not unlimited to partner، يعني هذه للشركاء. Small business investment company، شركات زي فاتن عندنا هنا، مجموعة مستثمرين يعني مش ضروري يكونوا معروفين بس هم بتشاركوا في هاي. Industry sponsored اللي هي البنك and other financial institution، non financial company، الستيت طبعا الحكومة والجامعات، هذول هم المحتملين. الآن percentage of venture dollar raised by stages in 2008، في 2008 بنلاحظ الغالبي الستارت اب 5%، الايرلي ستيج 19%، الاكسبانشن 38 والليتر ستيج 38، يعني البيج باي جاي وين؟ في المراحل بعيدة عن الايرلي ستيجز في هذا المجال. عادة اللي بتطلع فيها بدهم، يعني ليش بيستثمروا؟ بدهم ياخذوا نسبة ارباح من حاجات او يستحوذوا على الشركة بشكل معين، يعني يملكوا جزء من الشركة. ايش الحاجات اللي بتقنعهم؟ strong management team, unique product or market opportunity, business opportunity must show significant capital appreciation، يعني في لها قيمة متزايدة. هاي الهايست ريسك، هاي الهايست ريتيرن اكسبكتد، اللي عندي هاي اللوست ريسك واللوست ريتيرن اكسبكتد. الايرلي ستيج طبعا في هاي ريسك في هذا بس الريتيرن عالي جدا، الديفلوبمنت اقل. الآل اكوزيشن الريسك تبعه اقل بس الريتيرن برضو اقل. كل ما زادت المغامره كل ما يعني نسبه العائد بتزيد، هذه القاعدة العامة اللي بتقدر تتكلم فيها. الـ Venture Capital Process can be broken into four primary stages. Stage 1 اللي هي Primary Screening، يعني بيعملوا أول حاجة زي يعني فلترة أولية. Stage 2 Agreement in Principle Terms، بصير اتفاق على إيش الشروط الموجودة العامة.
الان دو ديليجنس ستيج اوف ديل ايفالويشن، يعني بصير تقييم فيها. المرحله الاخيره اللي هي الابروفر، هي بالضبط زي مرحله جواز. الجواز في الاول قبل ما حدا يروح، بروح ان النسوين بيشوفن العروسه. المرحلة الثانية بصير اتفاق انه يجي العريس ويشوف العروس، وهذه الشغلة. المرحلة الثالثة بيبقى يعني بصير تفاصيل في الزواج، الاتفاق، المهر، الغيره، البيت، العفش، كل هذه الامور. والمرحلة الاخيرة بصير ايش؟ التقييم، يعني بصير بكتبوا الكتاب وخلصوا. هي تقريبا زي هيك هاي الامور اللي بتتم في هذا المجال. Locating a venture capitalist. Venture capitalists tend to specialize either geographically by industry or by size and type of the investment. يعني أحيانا من المنطقة الجغرافية، هدول النشطين في منطقة الشرق الأوسط، هدول في فلسطين، هدول في مصر، الصناعة، ناس في صناعة الأخشاب، ناس في الاي تي، ناس في الهندسة، ناس في الحديد. السايز، ناس بتدور على حاجات تحت 500 ألف، فوق النص، فوق المليون، 10 مليون. التايب اوف انفستمنت بتطلع عليها احيانا قديش انا بدي استثمر وايش بدي احط في هذا الفلوس. طبعا الانتربرنور بده يكون شويه كيرفول، يعرف ايش اللي بدها اياه هذه الشركات. Most venture capital firms belong to the National Venture Capital Association، هذه طبعا في امريكا. هاي الجايد لاينز فور ديلينج وذ فينشر كابيتالست اللي عندنا ككل في هذا المجال. فاليوينج يور كمباني، يعني انا بدي اشوف قديش قيمه الشركه تبعتي. فاكتور ان ذا فالويشن، في التقييم ايش هي؟ النيتشر اند هيستوري اوف ذا بزنس، طبيعته وتاريخه. ايكونوميك اوتلوك جنرال اند اندستري، يعني انا لما بدي اجي بدي اطلع البزنس اللي بشتغل فيه كيف هذا ماشي. الاقتصاد عندي بشكل عام وضعه ايجابي سلبي. الصناعة هاي بتنمو ولا بتنكمش. كومباريتيف داتا، بدي اطلع على بيانات مقارنة بين في الشركات المنافسة. بدي اطلع بوك نت فاليو اللي هي الايش، يعني السجلات المالية لهذه الشركة. فيوتشر ايرنينج كاباسيتي، قديش هذه ممكن تنمو، يعني مدخلات الشركة تنمو في المستقبل. ديفيدند بين كاباسيتي، هل هذا في مردود على المستثمرين، بندفع بشكل وقديش هذه القدرة على الدفع. اسسمنت اوف جود ويل والانتانجبلز اللي هي الحاجات المختلفة والحاجات الجانبية في هذا المجال. بريفيوس سيل اوف ستاك، لو في اي مبيع للاسهم سابقا. ماركت فاليو اوف سيميلار كومبانيز ستاك، قديش القيمه السوقيه للشركات المشابهه. ريشيو اناليسيس سيرف از ا ميجر اوف فاينانشال سترينث اند ويكنسز اوف ذا فينتشر، بات شود بي يوز وذ كوشس. It's typically used on actual financial results، يعني هذا على النتائج الحقيقية المالية الحقيقية، وهذا بتعطي فكرة عن المشاكل الموجودة أحيانا في البروفورما ستيتمنت بشكل عام. من المقاييس اللي بتطلع عليها التالي: الليكويديتي ريشيو، يعني السيولة، هاد الكورنت ريشيو، كورنت اسيت قديش اللي عندي، والليبيليتي الكورنت ليبيليتي، يعني قديش عندي ممتلكات وقديش علي يعني مديونية. الأسد تيست ريشيو، كورنت أسيتس ماينس انفنتوري، يعني الأسد الحالية الموجودة عندي ناقص البضاعة الموجودة، على الكورنت لايبيليتي في هذا المجال. اكتيفيتي ريشيو، الأنشطة، النسبة، هاي الافريج كولكشن بيريد، الاكونت ريسيفابل على الافريج ديلي سيلز، يعني قديش الاكونت المستحقه اللي بتجي لي بتدخل عندي على الافريج ديلي سيل، المبيعات اليوميه. انفيرت انفنتوري تيرن اوفر، الكوست اوف جود سولز على الانفنتوري بشكل عام. الافريج ريشيو، الديبت ريشيو، التوتال لايبيليتي على التوتال اسيتس. الديبت تو ايكويتي، التوتال لايبيليتي على ستيك هولدرز ايكويتي، يعني قديش مساهمات مالكين الأسهم.
البروفيتابيليتي ريشيو اللي هي النت بروفيت مارجن، بنتكلم على النت بروفيت على النت سيل، والريتيرن انفستمنت النت بروفيت على التوتال اسيتس بشكل عام. General valuation approaches, assessment of comparable public held company and the prices of these companies' securities. هذا بطلع present value of future cash flow. Replacement value. الآن لو بدي أنا أستبدل قديش القيمة. Book value. Earning approaches. قديش الطرق التحصيل أو اللي بجنوه يعني. Factor approach الموجود عندي. Liquidation value السيولة، لو أنا بدي أسيل قديش القيمة تبعتها. General valuation method بدي تكوي الفينشر كابيتالست اونر شيب برسنتج، الفينشر كابيتال الانفستمنت ضرب الفينشر كابيتال انفستمنت مالتيبل ديزاير على الكمباني بروجكتد بروفيت ان يير 5 ضرب البرايس ايرنينج مالتيبل اوف كومباربل كمباني. هاي عندي مثلا لو انا بدي اروح للستيب للفاليوينج، استيميت ذا ايرنينج، ديتيرمين ابروبريت ايرنينج مالتيبل based on what similar company are selling, determine the required ratio retained. فعندي بدي يساوي ال present value ايش بيساوي future valuation على 1 plus i في ال n، وال future valuation اللي هي total estimated value of the company in 5 years in وال i required rate of return، وال n number of years investors share. بدي يساوي ال initial funding على ال present value بشكل عام. Evaluation of internet company، هذا اللي بنطلع عليها ايش ال qualitative portion of due diligence carries more weight. اللي عندي focus is more on the market itself لانه هي السوق هي اللي بتحدد. Companies financial projection are compared with the future market in term of fit, realism and opportunity. يعني بتطلع هل هي مناسبتها، هل واقعية، وهل في فرص موجودة. هات المانجمنت تيم از اكزامن، وبتطلع دائما بنفكر على فريق الإدارة، دائما جزئية مهمة من الشغل تبعنا. opportunities available in the investor market are examined، يعني بتطلع على الفرص المتاحة او في يعني سوق التمويل بشكل عام. Deal structure, term of the transaction between the entrepreneur and funding sources, needs of funding sources, إيش المصادر احتياجاتها. Rate of return required، يعني العائد، معدل العائد. الآن timing and forms of return، التوقيت ونوعية العائد. amount of control desired، قديش قيمة التحكم المطلوب. perceptions of risk، انطباع المخاطرة. entrepreneurs need، بتتكلم على degree and mechanism of control، ايش هذه وقديش الدرجة، والآليات. amount of financing needing، قديش التمويل. والgoals of the particular firm بشكل عام. Going public، طبعا هذه انا لما بدي ابيع بدي اطلع عليهم. Selling some part of the company by registering with the Securities and Exchange Commission، يعني هذه مع السوق الاسهم او السوق المالية بدي اتسجل فيها هذه المعلومات. Resulting in capital infusion provides the company with، يعني احيانا بدي ابيع جزء من الاسهم تبعت الشركة، فمطلوب ايش؟ financial resources. relatively liquid investment vehicle. will company consequence gain ايش؟ great access to capital market in the future. more objective picture of the public's perception of the value of the business. هاي الadvantage and disadvantage of going public. في advantage طبعا هاي ability to obtain equity capital. هنا disadvantage increase risk of liability. enhance ability to borrow. expense اللي عندي disadvantage. enhance ability to raise equity. regulation of corporate governance وهذه الأمور. طيب timing is the company large enough، هذا من الشغلات مهمة. what is the amount of the company earning، قديش الدخل تبعها. Are the market condition favorable، يعني هل هي ملائمة.
how urgently is the money needing؟ يعني قديش هاي؟ what are the needs and desire of the present owners بشكل عام؟ underwriting writer selection، مين الشركة اللي بدها تعمل عملية البيع؟ managing underwriter، lead financial firm in selling stock to the public، underwriting syndicate، a group of firm involved in selling stock to the public. هدول factors to consider in the selection: reputation، السمعة، distribution capability، القدرة على التوزيع، advisory service، الخدمة الإرشادية والخبرة، والكوست قديش هي. All hands meeting preparing a timetable for the registration process. First public offering requires 6 to 8 weeks. The SEC takes about 6 to 12 weeks to declare the registration effective. Reason for delay: ليش بتتساهل؟ heavy period of market activity, peak season, attorneys and familiarity with federal or state regulation. نتكلم هذه عن أمريكا، وهذه الشغلات عندنا بتختلف عن الموجود في الدول الثانية، بس العملية هي واحدة فيها. طيب بالنسبة للآن، إيش الـ prospects cover page، prospect summary، description of the company، risk factor، use of proceeds، إيش تساوي dividend policy، العائد على الاستثمار، capitalization، dilution، selected financial data، business management and owner، type of stock، underwriters information، actual financial statements، registration statement، information regarding offering، best and registered securities، offering of the company، other undertaking takings by the company، include exhibits، article of incorporation. هذول اللي يعني اللي بده يكونوا هذول زي حاجات بنضيفها، اضافات، underwriting agreement، company bylaws، قوانين لوائح الشركة، stock option and pension plans، initial contract بشكل عام. البروسيجر طبعا هاي الموجودة، legal issue and blue sky qualification، legal issue quiet period 90 days period in going public when no new company information can be released. The blue sky qualification, blue sky laws, laws for each state regulating public sale of stock. طبعا هذا بتختلف زي ما حكينا، may cause additional delay and cost to the company. Many states allow their state security administrator to prevent an offering from being sold in their states. After going public, after market support, action of underwriter to help support the price of the stock following the public offering. يعني بدك دعم الأسهم في هذا المجال. Relationship with financial community has a significant effect on the market interest and the price of the company stock. Reporting requirement. طبعا بدي يصير عندها the company must file annual report and high quarterly report. Specific transaction or event report. يعني بده يكون عندهم annual report بشكل كامل عام، يعملوا لهم نشر التقارير الربعية، وأي عمليات يعني بتتم كبيرة لازم يعلنوا عنها. Company must follow proxy solicitation requirement بشكل عام. هذه القوانين طبعا بتختلف من بلد لبلد، واحنا عندنا القوانين عندنا شوية بتختلف. إذا قدرنا نجيب حدا من المتخصص في هذا المجال، مجال سوق الأسهم، بنحاول نستضيفه. ما لقيناش، خلاص هذه المعلومات المتوفرة عندنا، واللي بده يوصل لهذه المرحلة بده يروح أكثر. عادة في العالم العربي الشركات العربية بتوصلش لهذه المراحل، لحتى الآن ما وصلتش، الكل بضلوا برايفت في هذا المجال، ما بروحوش للبابليك وبروحوش يبيعوا في هذا المجال. في الغرب لا، هذا الطريق اللي ماشي بشكل عام. فهيك بنكون خلصنا تشابتر 12، ويعطيكم العافية.